بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه على صحابة محمد، أولئك القوم الذين من الله عليهم فآمنوا بالله جل وعلا ورسوله وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده، فاللهم اغفر لهم وارحمهم واجعلنا من محبينهم من محبيهم المترضين عنهم يا أرحم الراحمين، وأخذ كل من يشنأهم أو يذمهم. وبعد، فالحديث حول أو الكلام حول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. مر شيء من الحديث حول الركن الأول من أركان الإيمان أو الإسلام، وهو الركن الذي لا ينفع بدونه عمل، أي عمل لا يكون مشتملا على شهادة أن لا إله إلا الله إيمانا بها حقا وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد من وجود هذا الشرط في ما بعده. ثم فيما يتعلق بالصلاة التي هي عمود هذا الدين، وهي ما تصح إلا بأن يشهد أن لا إله إلا الله فيها ويشهد أن محمد رسول الله، وإقامتها أن تؤدى كما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه صلى الله عليه وسلم، وفي قوله: صلوا كما صلي رأيتموني أصلي. وفيما يتعلق بالزكاة، هذه الأركان الثلاثة: الركن الأول الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، والثاني أداء الصلاة التي فرض الله جل وعلا، والثالث أداء الزكاة. هذه الأركان الثلاثة يتم عصمة الإنسان إذا حققها، ويأتي بعدها من الأركان الصيام والحج. وحديثنا اليوم يتعلق بالصيام وإن كان مر منه شيء. فالله جل وعلا جعل صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر العظيم بين النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا مما يتعلق به وكل ما يحتاج الناس إليه في هذا الشهر. بين أن صيامه فرض على كل مسلم قادر، يعني عاقل قادر على أن يؤديه، ومن كان مريضا فيحصي مدة فطره ويقضي أياما أخر، ومن كان على سفر إن شاء صام وإن شاء أفطر ما دام مسافرا، لكن عليه أن يقضي الأيام التي يفطرها في هذا السفر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الصيام محتاج لأمر كبير من الصيانة. أولا، يكون القلب عامرا بحب هذا الصيام وتعظيم هذا الفرض الذي فرضه الله على العباد، لا ليتقوى به جل وعلا فهو القوي المتين، ولكن ليصلحهم به. ومن ذلك أن يصون المرء لسانه، يتجنب الكلام فيما لا فائدة فيه، ثم إذا تكلم بكلام له فيه فائدة ينظر هل فيه فحش. النبي يقول عن الصائم: إن سابه أحد أو خاصمه فلا يبادله بالكلام، بل يقول: إني صائم، إني صائم. يكرر ذلك له، يعني أن من شأن الصيام أن يحجز المرأة عن السفح في الكلام. ينبغي أن يصون بصره، لا يتطلع إلى ما لا يحل النظر إليه، لا في متع الدنيا ولا في ما ينبغي أن يغض الطرف عنه فيما يتعلق بالنساء ومحاسنهن، بل عليه أن يتقي الله جل وعلا ويحرص على صيانة سمعه وبصره ولسانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما كررته على أسماعنا: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني من المسلمين، وما بين رجليه أضمن له الجنة. أي مسلم
يضمن لسانه عن القول المحرم ويضمن فجره عن الوقوع فرجه عن الوقوع في المحرم وهو محقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. ثم إن العمل في رمضان مهم، لا يكون يوم صوم الواحد ويوم فطره سوى في العمل، ينبغي أن يكون هذا الصيام وما يحتوي عليه من الأهمية وما يحقق أنه ركن من أركان الإسلام لا بد من الاعتناء به، ينبغي أن يعرف كيف يصونه، كيف يصونه، يصونه بحفظه. في الحديث من لم يدع قول الزور، وقول الزور في أمور كثيرة، في الشهادات الكاذبة، في الخصومات الفاجرة، في البذاءة في القول، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثم إن الغيبة، والغيبة هي ذم الناس بما فيهم أو بما ليس فيهم، أمر محرم، والله نهى عنها في محكم التنزيل في الكتاب الكريم. فالمسلم ينبغي أن يكون أبعد الناس في حال صيامه عن الوقوع فيها. النميمة وهي القالة بين الناس التي فيها السعي لإفساد ما بينهم وقطع صلاتهم مع بعضهم إلى غير ذلك، فإنها من الأمور الخطيرة، فينبغي للصائم أن يتجنبها غاية التجنب. ينبغي أن يحرص على الإحسان في هذا الشهر المبارك بما يستطيع، وقد أمر النبي بالإحسان حتى ولو أن يلقى المرء أخاه بوجه طلق، يبتسم في وجهه، يشعره بالأخوة الإسلامية التي هي أعظم من الأخوة النسبية. المؤمنون إخوة فيما بينهم في توادهم وتراحمهم، حتى إذا اشتكى المسلم المؤمن توجع له أخوانه المؤمنون كالجسد الواحد، كما وصفهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الشهر المبارك من فطر صائما ولو بأقل قليل كتب الله له مثل أجر الصائم من دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. ثم بيّن النبي كيف يكون الإفطار، قال بما يتيسر، تمرة أو بشربة ماء، جرعة ماء، إذا أعنته بذا ولو بماء أن يشرب فيكون لك من الأجر مثل أجر ذلك الصائم. فإن كان أجر ذلك الصائم أجرا وافرا واعتنى فيه بحفظ صيامه وصيانته عن كل ما يشين، عظم أجره، فيكون لك أنت أيها المفطر له من الأجر مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء، وهذا من فضل الله جل وعلا. احرص في صيامك على أن تتعاهد الإمساك عند طلوع الفجر. لا يقول الواحد الصيام أن لا أكل، أريد أن أنام آخر الليل صائما، لا. النبي قال فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، وليس بلازم أن تكون الأكلة كثيرة أو متنوعة وإن قلت ولو شربت ماء، المهم أن تتعاهدها في وقت الجواز. والله بيّن كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فابتداء الصيام يبدأ من طلوع الفجر الذي يكون في شرق الأرض، في شرق ما تعيش عليها في أي مكان، تنظر إلى جهة المشرق الشمس تجد أن آخر الليل يبدو لك إسفار على الأفق، هذا هو الفجر الذي قال الله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكان بعض الناس من الصحابة ظن أن الأسود أنه خيط أسود والأبيض خيط أبيض وحبل أبيض، فيكون يحتفظ بهذين الحبلين ثم ينظر إليهما في آخر الليل، حتى إذا قدر أن يفرق ظن أنه أصبح. فلما علم النبي قال لا، إنما هو الصبح
إنما هو الفجر هو الخيط الأبيض، تمسك عند طلوع الفجر. والنبي أخبر أن أفضل الصائمين آخرهم صياما، أي الذي ما دام الوقت متسع ينتظر بشربة ماء، تناول أقل شيء، وأفضلهم في الإفطار من يبادر حالما يحل وقت الإفطار أن يفطر حتى يدرك الفرحة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان. فاحرص أيها المسلم، احرص على صيامك، واعلم أن الصيام في نهار رمضان فرض فرضه الله عليك وهو لله، كما مر في الحديث الذي قال الله لما ذكر أن عمل ابن آدم مضاعف الحسنة بعشر أمثالها أو قد تكون بمئة حسب قوة إيمان الشخص، أو تكون بسبعمائة وهذه أعلى وأغلى، أو تكون بأضعاف لا يعلمها إلا الله. قال الله إلا الصوم فلا يعلم أحد مضاعفته، قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأنت ما دمت أنك تعلم أو علمت أن هذا الصوم اختصه الله لنفسه، والسبب والله أعلم أن الإنسان يمكن أن يقول أنه صائم وهو غير صائم إذا خلا شرب وأكل أو غير ذلك، فإذا كان صائما حقا كان صومه لله. فاحرص على إحسان ما كان الله اختصه لنفسه، كأنما ذلك شيء منك لربك جل وعلا مما يرتضيه، فاحرص على صيانته عن الأكل والشرب وما يبطل الصيام. ومما يبطل الصيام أمور أكبرها الجماع، وأشنعه إذا كان جماعا محرما، وأشنع المحرم أن يكون زنا الذي قرنه الله جل وعلا مع الشرك به لما ذكر من لهم العذاب، ذكر منهم ولا يزنون، أي أن الزنا مما يسبب شديد العقوبة والعذاب. فاحرص أيها المسلم على أن تصون صيامك عن القيل والقال والغيبة والنميمة والتساهل في أمره، واحرص أيضا على أن تحقق قول نبيك صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. فمعنى هذا أن أهل الكتاب يصومون لكن لا يتقيدون بما نتقيد به مما فرضه رسول الله، وأنهم يصومون ولكن قد لا يتقيدون في إفطار بما نتقيد به، وذلك أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الحنيفية السمحة الشاملة للثقلين من جن وإنس، وهي الشريعة التي لا يتبع شريعة ولا يدخل معها شريعة، هي الشريعة الكاملة. فاحرص على إحسان صومك، وإذا وجدت فراغا والمغريات كثيرة، منها ما يتعلق بالصحافة، منها ما يتعلق بالقنوات الفضائية، منها ما يتعلق بمجرد أخبار، اجعل همك أن يكون فراغك مشغولا بقراءة القرآن، فإن لشهر رمضان ميزة باختصاصه في هذا الزمن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بداية إنزاله في شهر رمضان وتوافد النزول فترة من فترة على حسب ما يوحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فاحرص على صيامك تماما، مبادرة في السحور، ثم تذكر أن الله أثنى على المستغفرين بالأسحار، اجعل من وقتك عند قيامك لتناول السحور ولو أثناءه أكثر من أستغفر الله وأتوب إليه، لعلك تكون من أولئك الذين أثنى الله عليهم في القرآن بسبب أنهم يستغفرون في الأسحار. الأسحار غالب الناس يكون في نوم عميق، فاحرص أن تكون أنت من المكثرين للاستغفار، لا سيما وأنت ممن شرفهم الله جل وعلا بهذا الصوم. ثم اعلم أن الصيام له شأن في الحضر والسفر، فإن النبي قال: من صام يوما في سبيل الله، يعني في الجهاد، بعد الله بينه وبين النار، بعد الله بين وجهه وبين النار مسافة 70 خريفا، يعني مسافة 70 سنة،
هذا البعد الكبير يباعده الله بسبب صيام الواحد يوما في سبيل الله، سواء كان هذا الصيام من شهر رمضان أو تطوعا، إلا أن المسافر أذن الله له إذا كان الصوم يشق عليه أو يحب أن يفطر أن يفطر. لكن الصيام وشأنه له أمر عظيم، احرص في صيامك أن يكون من يكثر منك الاستغفار، التسبيح والتهليل، تمجيد الله جل وعلا، فإن الله قال عن الذكر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب وإذا اطمأن قلبك تبشر بالخير. فإن النبي أخبر أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإن أقرب الأوقات لأن يكون مجالا وميدانا لصلاحها هو ميدان الصيام. إذا لم تكن في شغل يمنعك فأكثر من سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، ثم إذا أكثرت من هذه الكلمات وبلغت في اليوم 100 غفر لك ذنب ذلك اليوم. انظر إلى ما حباك الله به ويسره لك من أسباب مغفرة الذنوب ورفع الدرجات وطهارة القلب، كل ذلك يحصل بالإكثار من الذكر. أكثر من ذكر الله، مجد الله جل وعلا. وأما فيما يتعلق بالعبادات التي لا تصح إلا بالقراءة فاحرص على حسن أدائها. فاتحة الكتاب، احرص أن لا تمرك ركعة من صلواتك إلا وتقرأ فيها بفاتحة الكتاب. إذا كان الوقت يتسع فزد، لكن إذا كنت إماما لا اختصر، فإن النبي قال عن الأئمة: من أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض والصغير وذا الحاجة، ومن صلى يعني لنفسه فليطول ما شاء. فاجتهد في أي شيء تكون فيه أن تحاول تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقوم به وفيما تدعه، ثم احرص على هذا الصيام. النبي صام وهو مسافر، صام أياما تطوعا وصام أياما من رمضان، وكان عام فتح مكة في يوم رمضان وصام، لكن لما أقبل على مكة أمر الناس أن يتقووا للفتح ولقاء العدو، فأرشدهم إليه، ثم قيل له إن بعض الناس لا يزال صائما، فقال: أولئك العصاة، لأنه أكد عليهم وتناول شرابها وشربها أمامهم. فحرص الصحابة أشد الناس حرصا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان فتح مكة تم في شهر رمضان، وكان النبي في خروجه من المدينة صائما، وكان يصوم، وهو بعد أن علم الناس أن للمسافر أن يفطر وله أن يصوم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر. بل ربما في بعض الغزوات ما كان الصائم علم أن أحدا صائما سوى النبي صلى الله عليه وسلم وأحد الصحابة الأنصاري، نسيت اسمه، فإنه هما الذين كان صائمين. ويقول الصحابي: كنا نصوم مع رسول الله، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي مرة صام بعضهم وكان في يوم شديد الحر، وصلوا إلى موضع الماء المورد الذي يستقع الماء من البئر، الصائمون كانوا في إعياء من صيامهم، ما كان منهم إلا الانطراح، والمفطرون حطوا عن الإبل وبنوا الأخبية وسقوا بالماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاز اليوم المفطرون بالأجر. فالإنسان إذا سافر يجوز له أن يفطر ما دام مسافرا، ويجوز له أن يصوم، إلا أن الله لا يحب أن يصوم والصيام يضره أو يشق عليه. وقد جاء في الحديث الذي لا بأس به: ليس من البر الصيام في السفر،
يعني ليس من البر الصيام في السفر، لكن من كان قادر فلا حرج عليه. هذا مجمل ما يتعلق بالصيام. فالصيام عند طلوع الفجر يمسك الواحد، وعند غروبها يبادر، والنبي حث على المبادرة إلى الإفطار. وسئل أحد الصحابة كم كان بين انتهاء سحور النبي وإقامة الصلاة، قال قدر قراءة 50 آية، يعني قدر عدد من الدقائق. فاحرص أيها المسلم أن تكون في حال سحورك وفي حال إفطارك تتوسم أن تكون موافقا لكيفية سحور النبي وكيفية إفطاره صلوات الله وسلامه عليه، فهو القدوة الكاملة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم احرص إذا فرض أنك أفطرت في الصيام، أو كنت مريضا فأفطرت ونحو ذلك، فاحرص على المبادرة على القضاء. فالنبي قال فإن الله قال في الكتاب الكريم في عدة من أيام أخرى، والنبي بين ذلك بأن من أفطر لسفره أو لمرضه عليه أن يصوم مثل الأيام التي أفطرها من أيام الفطر. ثم يأتي شيء آخر من الصيام، كما في صحيح مسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. يعني لو واليت في كل سنة تصوم رمضان، فإذا أنهيت صيام رمضان تلحقه ب6 أيام من شوال. وينبغي أن تحرص ألا تكون 6 داخلة في أيام القضاء، لا، إذا أنهيت القضاء، إذا كان عليك قضاء صم في 6. فإن الله يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. افترض عليك الصيام سواء في شهر رمضان أو ما تقضيه مما أفطرته من سفر في سفر أو في مرض، فبادر على الوفاء بإتمام أو قضاء ما عليك. وإذا أحببت أن تلحق 6 أيام من شوال ليكمل لك أجر الصيام السنة كلها، فهذا من الخير الكثير، فاحرص على ذلك. رمضان لا يدخل إلا بثبوت دخول الهلال، هلال رمضان. ففي الحديث الصحيح لا تصوموا حتى تروا الهلال، صمتم لا تفطروا من الشهر حتى تروا الهلال الثاني. والحديث الصحيح والحديث الآخر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، وفي لفظ فإن غبي عليكم، يعني حال بينكم وبينه شيء، فأتموا العدة، يعني إن كانوا في الصيام فأتموا عدة رمضان 30 يوما. لا تفطرون إذا صمتم من رمضان حتى تروا الهلال ليلة 30 أو تصومون 30. والصيام إنما هو 29 يوما إذا رؤي الهلال، أو 30 يوما إذا لم ير الهلال. فاحرص أيها المسلم، واعلم أن النبي قال صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ليس معنى هذا أننا إذا تعلمنا علم الفلك وضبطنا الأيام أننا نعتمد الفلك، لا، أجمع الصحابة والتابعون على عدم جواز الإخلال بذلك، فإن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم للوجوب، وإن نواهيه للتحريم، فعلينا أن نسمع ونطيع فيما أمرنا به وفيما نهانا عنه، فإن ذلك من المهمات البالغة الأهمية. وإن اختلف الناس ووجد من يصومون على الحساب، فكما يغلط الإنسان في حساب نفسه يغلط في حساب الفلك. ولا شك أنكم قد علمتم في أكثر من مرة يتقدم الحاسبون ويقررون حسابا ويعارضهم حاسبون آخرون، ورؤية الهلال لا إشكال فيها، ويثبت الهلال ولو برؤية رجل واحد عادل ثقة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لحسن أداء حقوق هذا الشهر المبارك من صيام وقيام. ثم نعلم أن قيام الليل في شهر رمضان من حرص عليه كان ذلك
من أعظم أسباب دخوله الجنة. ونعلم أن النبي قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. والمقصود بالإمام سواء كان الإمام خمسة أو واحد، المقصود الإمامة التي ينتهي فيها صلاة الليل في شهر رمضان. فاحرص أيها المسلم على حسن التقيد، ولا تغتر بمن يقول 11 ركعة، وأن عائشة تقول ما زاد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، فقد قالت هي إنه صلى في رمضان 13 ركعة، وقالت أم سلمة مثل ذلك، وقال ابن عباس وقد صلى مع النبي في ليلة كان النبي يبيت عند خالة ابن عباس، فلما أصبح النبي وقام قام ابن عباس فتوضأ كما توضأ الرسول ثم صلى معه. فاحرص على أن تصلي ما يتيسر لك، هو ليس واجب. وكما ذكرت أمس النبي لما سئل قال هو تطوع، لكن الناس وقد ذكر ذلك مالك وغيره في المدينة إما 23 أو 27 ركعة في رمضان، وفي مكة إما 27 أو أكثر وبعضهم إلى 43، هي تطوع. فما دام أن التطوع جار في الليل فلا حرج. وحديث صلاة الليل مثنى مثنى تؤكد ذلك. فاحرص أيها المسلم ولا تغتر بمن يقول إذا سلموا من التسليمة الخامسة هذا بدعة، لا، هذا قول فيه ضلال وسوء أدب مع العلماء المسلمين الذين منهم الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب ومن معه ومنهم تلاميذ الصحابة الذين شهد النبي لهم أنهم خير الناس بعد الأنبياء والصحابة. فإن الذين شهدوا بذلك هم الصحابة، ثم التابعون شهدوا أنه لا حد لأكثره، ثم أتباع التابعين، كل هؤلاء شهدوا منهم من أواخرهم مثل الإمام أحمد بن حنبل وطبقته. فاحرص أيها المسلم، أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا جميعا بما نسمع ونقول، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يوفقنا في شهر رمضان هذا للحرص على أداء حقه والإحسان فيه بقدر مستطاع، من تفطير صائم أو غير ذلك، أو رفد محتاج حقيقة، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لصيانة ألسنتنا وسائر أمورنا، كما أسأله جل وعلا بأن يعاجل المظلومين المعتدى عليهم المدمرة بلادهم الذين يضهدهم ويخرب بلادهم أعداءهم من النصيرية الفجرة ومن الكفار المعرقين في كفرهم كالروس ومن الصفوية الاثني عشرية ومن يسير سيرتهم. فنسأل الله أن يمحق كل هؤلاء ويفرج كربة المسلمين في الشام، كما نسأله جل وعلا أن يزيل الفتن عن جميع بلاد المسلمين من عراق أو غيره من سائر البلدان، وأن يحل ما حلها الأمن والإيمان والتقوى والتضرع إلى الله جل وعلا بالصدق والإخلاص في العمل، كما أسأله سبحانه أن يحفظ على هذه المملكة أمنها على دينها ودنياها، وأن يوفق ولي أمرها لإحسان صيانتها والأخذ على أيدي السفهاء الحريصين على صبغها بصبغة الأخلاق الغربية. نسأل الله أن يوفقه لكبح جماحهم وصدهم عن كل ما يريدون من مثل هذه الأمور، وأن يبقي على بلادنا ما هي عليه من عقيدة صافية وأخلاق كريمة وصيانة لأمرها وأمنها، كما أسأله جل وعلا أن يوفقه أيضا لصيانة أمر النساء ومنعهن من أي نوع من أنواع التبرج، لتبقى هذه البلاد على وضعها التي كانت عليه في السابق وفي ما قبل ذلك، كما أسأله جل وعلا أن يعينه أيضا على التعاون مع كل من يطفئ الفتن في بلاد المسلمين و
ويحل محلها الأمن والأمان وإعلاء راية السنة، كما أسأله سبحانه أيضا أن يشد أجره ويقويه على سرعة إنهاء مشكلة اليمن، وأن تنتهي إن شاء الله بكبح أو سحق الاثني عشرية الفجرة الذين ساعدهم المد الصفوي وما هموا أن يفعلوه بالبداية، ما ثار من يسمون بالحوثيين وصنعوا تقاربا قويا بينهم وبين إيران بزيادة الرحلات اليومية في الطائرات. نحمد الله على ما يسر من كبح ذلك وما يسر من إذلال أولئك، وما يسر وما نرجو أن ييسره لسحق جميع نواياهم وأعمالهم، وأن يكون العمل أثار ذلك أمنا متداركا لنا ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.